رمضان، ولكن المشاكل نتاع رمضان على قد ما فيهم اعمال ونفرحوا انهم يكونوا ناجحين، على قد ما ساعات يصيروا مشاكل، من بينهم مشكله السيت كوم الفارماسي اللي باش يتعدى على قناه الوطنيه. نقاو احلام البجاوي تهبط تدوينه طويله عريضه تتهم فريق عمل الفارماسي باستيلائهم على مجهودها وتعبهم، وتقول انه الفكره كانت فكرتها ومن بعد هما خذوا لها وتم استيلاء على الفكره هذه. احنا حبينا نعرفوا اكثر تفاصيل مع صاحب الفكره السيناريست، سيناريست سيت كوم الفارماسي على قناه الوطنيه لطفي الفالحي. مرحبا سي لطفي. اهلا وسهلا عسلامه اميمه، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين ديوان اف ام. مرحبا بيك ونورتنا على ديوان اف ام وبرنامج اوستار. كنت تسمع فيا سي لطفي نحكي على تدوينه احلام البجاوي اللي نصورك قريتها واتهمت فريق عمل الفارماسي بالاستيلاء على فكرتها، شنو ردكم على هذا؟ الفكره هي اول شيء الفكره هي نتاعي انا، مسجلها من 2018. ما ننكروش لانه احلام الاخت هذه اجتمعت بها انا عن الاول وقدمت لي روحها هي على اساس مخرجه تلفزيه، وبعد اتضح لي انها فقط استاذ مسرح. فعلا هي قامت بلمة المجموعة ممثلين وكان وكتبنا مع بعضنا الكوبي زيرو هذه او التيزر اللي تصور، ومن بعد المده نتاعو كانت تقريبا دقيقتين و40 ثانيه. لكن هذا كله كان تحت غطاء، بعد ما تصور كان تحت غطاء شركه انتاج اللي هي نتاع شركه الانتاج اللي انتجت العمل اسمها. المشكل انه احلام طلب لكن رفضتها باش هي تشرف على الاخراج، لانه تكوينها في الاكاديمي ماهوش في الاخراج، هي استاذ مسرح فقط. اتصلت بها الجهه المنتجه المخرج اللي هو محمد امين بلدي، قالوا لها ايجا يا احلام خذ المستحقات نتاعك، شنو خسرت عن الاول، شنو صرفت، وكوني معنا في مساعده الاخراج، راك مرفوضه من طرف التلفزيون. هي ما حبتش. سامحني سي لطفي باش نفهم نقطه معينه، الفكره الاصليه يعني نتاع احلام البجاوي هي بالاصل؟ لا لا، الفكره الاصليه نتاعي انا يعني السيناريو كاتبه بال 2018، وديجا هبطت التدوينه في على الفيسبوك، هبطت شهاده الابداع نتاعي من 2018. اي لا نتاعي انا الفكر الاصليه، هو سامحني باش كل واحد نعطيه حق، هو كل السيناريو الاولي كان اسمه سي الصيدلي، ولكن نفس الشخصيات ونفس المحتوى، نفس الكونتيني، نفس المكان، فقط بدل اسم اسم العنوان السيت كوم وتبدلوا اسامي الشخصيات. واضح واضح. دونك انت تقول انه الفكره الاصليه، شنو اللي يخلي مالها احلام البجاوي تكون عندها الثقه هذه الكبيره وتهبط على فيسبوك تتهم التلفزه الوطنيه وتتهمكم انه هي صاحبه فكرتها، وفما مجهود وتعب نتاع مجموعه من الفنانين، وذكرت حتى اسامي كما جليله المداني تقول في الملابس، جمال المداني ممثل، يحيى الفيدي، محمد بوزيد. يعني شنو اللي يخليها تعمل هكا؟ اول شيء خلينا نكونوا خلينا نوضحوا نقطه، اللي انه التلفزه الوطنيه بعيده كل البعد على الاشكال هذه، وما نجموش نوجهوا لها حتى اصابع اتهام. الاشكال ما بين الاخت هذه وشركه الانتاج، بالطبيعه الاطراف اللي ساندوها هذوك ما تابعينها هي بالطبيعه باش يساندوها باش يقولوا الحاجه توصفها هي، ولكن انا على عيني اللي احلام ما كانتش تفتح في الاخراج للامانه، كان ثم مدير تصوير اللي هو وجدي بلغيت، كان هو المشرف على لي بوزيسيون دي كاميرا، كان هو اللي ومحمد امين بلدي كان وقتها مازال في نهاره الاول تقريبا، كان ماهوش عارف الجروب الباهي وحاشم هكا، لكن في كل مره كل وين يشوف اللي قالوا ثم خلل تقني ولا حاجه يولي يتدخل. ولهنا التصديق اللي قولي ثم ليروش شاهدين، ثم ليروش مازالوا موجودين اللي هي اشرفت على الاخراج، ثم ليروش معناها بعد ما صافي لاكسيون، ثم البارش باين، ثم شكون نورمالمون ممثلين اور شون ثم موجود في الشون هي ما فقدتش به، معناها ثم خلل. هذا الشيء اللي يخلي التلفزه الوطنيه تاخذ قرار نتاعها باش احلام ما تكونش مشرفه هي على الاخراج. فما شكون من فريق احلام البجاوي يقول انه احلام هي اللي سجلت لك حقوق التاليف باسمك على حسابها الخاص. والله يا ريت هنا التغيير هذه، والله يا ريت انا صراحة ما نعرفش هي تسهلوها، اذا كان تقول هي انه سجلت على حسابي فهذا والله انا هبطت لها من سوسه، انا نسكن في سوسه بطياتي ولا حتى في قهوه، انا عمري ما نخلي شكون باش يخلص عليا حاجه.
كلمتني هي على اساس باش نمشوا نسجلوا الكوبي زيرو هذه معي، وهذه فيها نقطة كبيرة هذه حكاية تنزيل الكوبي زيرو، خاطر شركة الإنتاج بعد ما تسجل الكوبي زيرو معناها أعطتها وكأنه أمنت على المحتوى هذا وبعثتها باش تمشي تنيغوسي بيه في القنوة في التاسعة وفي الحوار التونسي. بعد ما مشيت قابلت شكون في الحوار وفي التاسعة رجعت من غير ما تعلم شركة الإنتاج، مشيت كلمتني قالت لي إجا نسجلوها وحدنا، مشينا سجلناها مع بعضنا، لكن أنا عمري أنا طلعت الفارم تاعي امبوسيبل، كان ما نعرفش تسألوها تنجم تسألوها هي اللي كانت قلت لكم هي أنا خمس عريفة على الدنيا السلام. باهي، والقناة الوطنية الإدارة وكيفاش كانت ردة فعلهم بخصوص الموضوع هذا؟ قناة التلفزيون الوطنية هي كانت خلافية في الأمور هذه، خذت ضماناتها، طلبت من خاطر هو في البداية أميمة احنا سما برشا حلقات راهي غامضة، هم في البداية تقدموا برشا دوسيات باسم العمل هذا، والتلفزيون الوطنية أعجبت بالنص اللي قدمته أنا وصديقي أيمن العبيدي، فطلبت بشركة الإنتاج نتاعنا، طلبت أنه لازم نتفقوا ونتفاهموا فيما بيننا، ويلزم تنازلات من الأطراف البقية الكل المشاركة في اللي متقدمة أسامي بما فيها من أخت هذه، عملت تنازل للشركة نتاعنا، الشركة المنجة والأطراف اللي معاها، وده يغضب بنقطة هنا اللي نورمالمون أنا حاسب ما نعرف صاحب فكرة كي تبدأ عنده حاجة مسجلة وثم أشكون باش يشارك العمل أو يدخل دخيل في كتاب يلزم ياخذ تفويض ولا ياخذ استشارة من عند صاحب الفكرة. الأخت هذه مشيت كونت فريق وحدها وبداوا يكتبوا وحدها من غير لا رجعونا لا كلمونا لا علبان. كما قلت لك نرجع لموضوعنا، التلفزيون الوطنية أخذت التنازلات من عند الأطراف الكل بما فيهم أنا بما فيهم صديقي أيمن بما فيهم الأخت هذه والأطراف اللي معاها، أخذت احتياطاتها الكل التلفزيون الوطنية وما عندها حتى دخل في الموضوع. أنا حسبك معلومات اللي عندي وأنت نجم تصلح لي أنه تسجيل الفكرة في حقوق التأليف نجم يسقط بمرور الوقت، هذا صحيح ولا سي لطفي؟ هو طبيعي جدا، اي الفاليديتين تاعو عام. انا كنت من 2019 نسجل ونعمل في رونيفيلمون، هي كي سجلت انا وياها نهار 20 جانفي 2023، تو تعدى عليه العام، ما نعرفش عاد كيك اس تبقى عندها الحقيقه، ولكن هي شو باش نعطيك نقطه هي باش ياكد لك لانه ما تفقعش في الاخراج، هي قالت لي لطفي اجا انت باش تسجل الفكره وانا باش نسجل الرؤيه الاخراجيه. كيف مشينا احنا غادي للدروا دوتور باش نسجلوا قالوا راهي ما فماش هذه الرؤيه الاخراجيه ما تجيش، يا اما تسجلوا عمل مع بعضكم اللي هو سي دي تسجلوا مع بعضكم والا لا. ولينا خذينا قرار انا باش نسجلوه مع بعضنا، وانا نتاكدها بربي والله صادق في اللي نقول لك فيه، انا سجل دفعت البارم تاعي وهي دفعت البارم تاعها، حتى كيف نتقابلوا في قهوه انا نخلص على روحي كل واحد يخلص على روحي، لا عمره مره عملنا عليها واحد نزيد. واضح. باهي محمد امين البلدي اللي هو مخرج العمل في تدوين لي يقول السلام عليكم، اي شخص تعدى على شخصي وعلى العمل محاوله منه تعكير اجواء الفرحه علي ان ينتظر مثول أمام القضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل في كل المعلومات المزيفة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سيتوجه إلى القضاء محمد من بلدي؟ طبعا جدا، الإنسان مسكين عنده أشهر هو تعب في شركة المشروع هذا يجري ليل نهار، وإكيب في جرته، إكيب تقني، إكيب تكنيك، والماكياج والناس كلها في رأسه، وهو وفرحان أنه خرج له العمل هذا أول عمل تلفزي باش يشوف فيه النور، وفي الأخر يجوا يحبوا يفزدوا له ويشوهوا له الفرحة نتاعو. بالطبيعة ما ينجم كان يكون دخل في خاطره باش يتوجهوا بالطبيعة عشان شركة الإنتاج اللي عندها شكون يمثلها قانونيا باش يتجهوا للقضاء. واضح لطفي الفلحي، شكرا لك. الفارماسي باش تعدى على قناة الوطنية، قداش من حلقة باش يكون فيه؟ الفارماسي باش يكون في 15 حلقة ان شاء الله في نصف الاول من رمضان مباشرة تقريبا بعد الابتهالات والكاميرا خفية دي سيتكم الفارماسي. جلال الدين سعدي باش يكون هو الفارماسي؟ جلال الدين السعدي باش يكون هو الفارماسيا، بالطبيعة بنته سماحة السنكري، أميمة المحرزي، كريم خضر، المنصف العجيجي، والقديرة التي في جرسي، هذوما ثلاثة شخصيات رئيسية باش يكونوا ثم الحلقات باش تكون مصرية
بعض الضيوف شرف، كان معنا الحبيب الزرافي، فتح المسلماني، وبعض الوجوه الشاب الاخرى مازالوا ماهمش معروفين. نتمنى لكم برشا توفيق. شكرا لك لطفي الفالحي على كل هذه التوضيحات. شهر رمضانك مبروك وبالتوفيق لك. بربي لو تسمح في النهايه نحب نعمل كلمه ختام، نحب نتوجه تحيه شكر واحترام كبيره ياسر المؤسسة التلفزه الوطنيه ولجنه القراءات والمدام عواطف الصغروني اللي كانوا على مستوى عالي وحرفيه كبيره في التعامل مع الملفات دون النظر للاسن، وكانوا حارسين على ضمان حقوق جميع الاطراف دون سواها. نحب نشكر الفريق اللي خدم في الفارماسي كل دون استثناء، الفريق التقني الفني الممثلين يعطيهم الصحه، اللي الحمد لله باش الفكره نتاعنا اللي جسدناها احنا على الورق هما باش يجسدوهم على لساناتهم وتدخل لديار الناس والناس الكل. شكرا يعطيك الصحة سي لطفي، يعطيك الصحة ونشكرك برشا ونتمنى لك التوفيق والنجاح. إن شاء الله رمضانك مبروك، بتبيع أحلام البجاوي، حق الرد محفوظ ليك. إذا عندك أي نعرفش توضيحات أو تحب ترد على سي لطفي الفالحي مرحبا بك على ديوان فام.